والآن ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الدكتور سمير التقي، مدير مركز الشرق للبحوث. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. إذن يعني نحن بصدد أزمة في الاتحاد الأوروبي تتعلق بتحديد أن يكون الحد الأقصى لأسعار الغاز أقل وبشكل ملحوظ. هذا ما طلب على أحدث مستوى تتفاوض بشأنه الدول في الاتحاد الأوروبي، ونرى أن هناك اختلاف وتفاوتات في الآراء. إلى ماذا يشير هذا؟ يعني شكرا جزيلا لاستضافتي وأنا أتشرف بكم. عمليا من حيث المبدأ ينبغي أن ندرك بأنه ثمة مجهولان هما الموقف الفرنسي الألماني من هذه القضية، لا تزال قيد التفاوض، وهو موضوع متعلق بجوانب اقتصادية فرنسية. فرنسا أقل ارتباطا بالنفط بالغاز الروسي، يشكل أقل من 15% من وارداتها، بينما ألمانيا التي تعاني الآن من أزمة حقيقية سوف تعالج ذلك، لديها مواقف مختلفة. لكن المهم جدا أن نصنف هذه الدول. هناك دول تخشى روسيا مهما كلفها الثمن، بمعنى أنها حتى لو عانت من البرد في هذا الشتاء ولكنها مستعدة للتضحية هناك، وتشعر بخطر وشيك عليها من ناحية استراتيجية من الغزو الروسي لأوكرانيا. ثانيا هناك دول مرتاحة وغنية وأقل ارتباط أصلا بالغاز الروسي وهي متشددة أيضا. أما هناك دول أصلا هي سياسيا مرتبطة مثل هنغاريا أقرب إلى روسيا ضمن الاتحاد الأوروبي، وهناك دول أيضا تعاني من أزمة اقتصادية شديدة وتخشى من اضطرابات سياسية في داخلها. إذن هذه خطوط التماس في أوروبا في هذا المجال. أبقى أقول بأن ألمانيا هي الورقة المخفية في هذه اللعبة، ولكن ينبغي أن نتوقع بأن هذه الأزمة ستستمر لأكثر من عام ونصف إلى أن نجتاز شتاء عام 2023، ولأن 2023 هو الشتاء الذي سيكون الأصعب بعد أن تدخل فعلا الصناعة النفطية الروسية وصناعة الطاقة الروسية بصعوبات حقيقية، وعندها سيجري الصراع. ولكن لا أتوقع بأن يتم إنهاء هذا الصراع في فترة قريبة، سيجري تفاوضات. وبقي الاقتراح المقترح من 12 دولة أوروبية لتخفيض الميجاوات الأقل من 200 هو عمليا اقتراح مفتوح للنقاش، بمعنى حتى صيغة الاقتراح هي صيغة تفاوضية، وأعتقد أنه ممكن التوصل إلى صيغة مؤقتة، ولكن الصراع سيبقى. نعم، ولماذا إذن دكتور يعني بنجد أن هناك في 4 دول هم بلجيكا، إيطاليا، بولندا وسلوفينيا، لماذا كانوا وراء هذا الاعتراض، وما هو البعد السياسي في هذا الاعتراض من وجهة نظرك؟ يعني لماذا هذه البلدان تحديدا تصدت لهذا الأمر؟ شكرا. عمليا هذا هو جوهر السؤال. هذه الدول تشعر بخطر كبير على أمنها من الغزو الروسي، ولديها تجارب سابقة تاريخية منذ بداية القرن العشرين متعلقة بهجمات روسية متكررة واحتلالها وتقسيمها، سواء حين اتفقت ألمانيا النازية مع ستالين على تقسيم بولندا، أو فيما يتعلق بتشيكوسلوفاكيا، أو فيما يتعلق بالعديد من الدول الأخرى، والتي الآن تشعر بهذه الدول الأربعة تشعر بخطر استراتيجي. إذن جانب من الموقف هو جانب استراتيجي، ورغم أن هذه الدول يمكن أن تتضرر بشدة، ولكن بالمقابل ينبغي أن ندرك أنه حتى ألمانيا قامت عمليا بصرف مليارات من اليوروات في الفترة الأخيرة من أجل تجهيز نفسها للقطيعة مع الطاقة الروسية. وبالتالي نعم هناك اتجاه، الفرق هو في التوقيت. كل الدول الأوروبية تناقش الموضوع من وجهة نظر قطع التمويل عن العمليات العسكرية الروسية. نعم، نشكرك إذن، شكرا جزيلا. كنت معنا من واشنطن الدكتور سمير التقي، مدير مركز الشرق للبحوث.